رايكم في موضوع حمد الله والاتحاد؟ لاني ما سمعت انا رايكم، احنا اعطينا معلومات، الحين ابغى راي الجميع في موضوع حمد الله وانتقاله للاتحاد بمعزل عن الناحيه القانونيه، لانه واضح انه الفريقين راح يدخلون في هذا الموضوع في الايام القادمه. انت ايش تشوف في موضوع حمد الله؟ نجاوب نقطه بسيطه على السريع. اذا كان هذا حسب فهمي نعمل حب لعبة كورة وعقود وعندك مع صار لك مشكلة قبل كذا، صار كثير مشاكل صارتنا، لكن لا مشاكل طبعا إدارية أنا ما أدخل فيها، لكن نشوف مثلا وكيل أعمال مثلا خبير بالقانون نحاول نفهم. لكن إذا كان الفسخ العقد بالنسبة لنا هذا حسب فهمي بالنادي النصر، معناته أنت اللاعب استغنيت عليه خلاص، عكس ما يقول مثلا وكيل أعمال حمد الله أخوه أن يقول لك لا لسه في كشوفات النصر. والشيء الثاني، ما أعتقد أن الاتحاد بيغلط غلطة كبيرة بيتعاقد مع لاعب هو لسه في معناه عنده عقد معناه ساري مفعول مع نادي النصر. ما اعتقد بصراحه الاتحاد، اعتقد اكيد في بند قانوني وشاف الاتحاد من الامور القانونيه يحمل الاتحاد ويحمل الاتحاد تعاقد ملعب طبيعي جدا. هذا حسب فكرتي وهذا اللي واضح. انتقال حمد الله للاتحاد فنيا مكسب كبير غير عادي للكره السعوديه طبعا، ومكسب نادي الاتحاد هجوم غير عادي. معناه حمد الله فنيا بدون اي نقاش، لكن الانضباط والالتزام اهم شيء. النصر خسران حمد الله ولا ارتاح من حمد الله؟ والله بالنسبه لي انا النصر ارتاح من حمد الله، هذا انا قراري، انا رايي ارتاح من حمد الله بصراحه. طب كيف نجم كبير في الاتحاد ممكن يتغير في الاتحاد؟ ممكن انضباطيا في النصر اخر فتره في مشاكل، لكن فنيا قدم معنا كوره كبيره مع نادي النصر، تاريخيا هدف الفريق في اسيا، هدف الفريق في الدوري، لكن الانضباط والالتزام اهم شيء في كره القدم. ممكن مع الاتحاد يتغير فنيا من ناحيه الانضباط، لكن فنيا قيمه ثابته. ومعنا بصراحه فرحت انه جلس في الدوري السعودي، ما كان معنا يخرج معنا بطوله ثانيه. ابو اميره، حمد الله يا اما يقود الاتحاد لتحقيق بطوله الدوري يا اما يدمر الاتحاد. يا ساتر، هي ما في يمين يسار يعني. ما في يمين يسار، ما بتكلم بس فنيا، تعرف اللاعبين تعرف انتم، في لاعب يخرب لك غرفه الملابس، يخرب لك الوضع في النادي، يخرب لك. حمد الله لا شك كنا نتغنى فيه وهو في النصر في اول سنه وثاني سنه. بعد كذا لو انت بتسالوا لعيبه النصر واداره النصر هلكهم، راح المغرب، راح امريكا، راح مدري، كل اسبوعين مسافر، كل اسبوعين مدري، ما يبغى احد يلعب، ما يبغى يتغير، ما يبغى يدخل، ما يبغى كل شيء على كيف، ما بيتمرن في الصباح. هذه مشكله في الفريق، هذه تؤثر على كل الفريق. فهنا اختبار كبير، مبروك الاتحاد يوقع مع لاعب كبير مثل حمد الله، لكن وضعتوا نفسكم امام اختبار، هل انتم قدوا انمار، احمد كعكي، حامد البلوي؟ اختبار كبير جدا، يعني ممكن لو نجحتوا فيه راح تدرسوا بكل امانه، واقولها بملء الفم. صعب جدا التعامل مع لاعب مثل حمد الله. هذا رينار مدرب منتخب هنا، شالوا منتخب المغرب، سؤال مشكله، يقول لي بشوت مدرب منتخب، يقول بلنتي شوت فلان، يقول لا انا اللي اشوت، خرجوا من المنتخب، مضاربه مع المنتخب. جاء في النصر نفس الشيء، سوى هذا الشيء. اذا في مثل عندنا في الغربيه، العود بالزرقة، اقول لك العود بالزرقة، يمكن في كل مكان بس يختلف. من بدري حط خرصك في اذنك، حبيبي تسافر المغرب، ابى اروح امريكا، ما عندنا، تمشي زيك زي اللاعبين الثانيين، نجم نعم كسر الدنيا، سجل نقدرك نحطك فوق راسنا، اي خروج عن النص لا في عقاب وفي كذا وفي كذا، كذا حيمشي الموضوع، كذا حيقود الاتحاد للبطولات. ابو علي، طبعا هو يعني صفقه مربحه للاتحاد حقيقه، لاعب ذو قيمه فنيه رائعه، هداف تاريخي، احنا سبق قلنا انا واحد من الناس اللي قالوا خلاص وقته مع النصر انتهى، شوف له نادي ثاني، لانها كثره المشاكل مع النصر. الان حمد الله انتقل الى الاتحاد، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، طبعا التوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى، لكن انضباطيه اللاعب زي ما قال ابو ابراهيم. الشيء الثاني زي ما قال ابو الاداره لازم تكون حازمه. الشيء الثالث واللي انا متاكد منه ان حمد الله اذا باقي انا افهم عقليه اللاعبين المغارب اللي انا عاشرتهم في زين، حمد الله انه راجع متعمد للاتحاد السعودي للدوري السعودي، واختيار النادي الاتحاد على اساس انه يثبت للعالم انه قادر انه يقدم يعطي اكثر مما اعطى في السابق. فاذا حط في راسه اني انا راح اثبت للعالم هالشيء راح يكسر الدنيا، وراح يكون ما راح اقول هداف، بغيت اجازف واقول هداف ما يمدي
من الفرحه استدرك لكن اللي انا خايف منه يا ابو جود اللي خايف منه بس معلش يا ابو علي اللي خايف منه انا بس ان شاء الله ان اداره الاتحاد تكون يعني ما تتحمل مصاريف في لا بمعزل عن الموضوع قانونيا انا ابغى اتكلم فنيا لانه قانونيا ما في ولا احد يعرف ايش ممكن يصير وانا خايف من الاتحاد قانونيا انا خايف احنا يكفي الاتحاد لا دون اللي عليه من زمان ما صدقنا نخلص منه الليله يصير تسويه بين الادارتين خلاص خذوا اللاعب وفكونه وكل واحد يروح في درب ممكن الليله بس انا قاعد اقول لك المعلومات اللي اعطيتها بدايه الحلقه هذه معلومات مؤكده ايش يصير في ال 24 ساعه القادمه 48 ساعه القادمه ما حد يعرف ابغى اتكلم بس فنيا كامكانيات قيمه فنيه كبيره كل نادي يتمنى كامكانيات مثل الحمد لله لاعب مهاجم عنده تمركز صحيح هداف ولكن هي عوده الى بيته او عوده الى مستواه المعهود من حمد الله لا من إدارة الاتحاد ولا من إدارة النصر اللاعب هو إذا كان بيرجع لمستواه على الالتزام ويكون مثال للاعبين وخاصة اللاعب المهم لما يكون مثلا طارق تاب وحسن اليامي حاتم خيمي نجم الفريق يجب أن اللاعبين يحبونك إذا صار في حاجز بينك وبين اللاعبين هناك في مشكلة فأعتقد هني على حمد الله يعود لمستواه أم يعود إلى البيت أتوقع أنا حمد الله مو راح يرجع محترم مؤدب ويمشي حيصير نموذج صحيح للضباط داخل نادي الاتحاد انه الحين يبغى الاجواء تكون ايجابيه علشان يرد في الملعب والاتحاديين يعني شوف النصراويين مع حمد الله عنده رصيد عندهم طبعا فبيتحملون الاتحاديين لا يا ابوي لسه انت جاي جديد ما نعرف لك اي شيء عندك فامشي مضبوط تطبيق اللوائح والغرامات تطبيق اللوائح انا شايف كابتن طارق يعني انت الحين نجم في الهلال لما نحط معاك لاعب ثاني وانت لك رصيد يعني ممكن تتاخر على التمرين وانا وطارق جايب لنا بطولات طارق لاعب معنا يمشي له لكن لاعب ثاني توه جاي لا تاخرت يا ابو شرف دقيقه صح ابو جود في النصر بيلقى هالجو في الاتحاد ما حيلقاه ابدا وطبعا الصوره اللي جايبها طبعا من نصر الاتحاد حتختلف تماما الان لازم ينضبط يغير من طبعه 180 درجه في السوشيال ميديا يعني اليوم بعد ما تعاقد الاتحاد مع حمد الله بعض جماهير الاتحاد اللي يعني الشيء اللي يعني اليوم ضحكني حتى انا وابو اميره يقولون يا حمد الله ترى ما كنا نقول لك يا بكايه كنا نقول ايه الحكايه بعدين ضبط هو تحدي جديد لا والله شوف والله هو شوف بالنسبه لي انا ابو جود تمنيت ان يبقى في الدوري السعودي فهمت لانه لاعب قيمه ثابته بالعكس مع النصر قدم تاريخ كبير ومعنا كرويا ما لا شك ما لا داخل ملعب لكن كره القدم كابتن حمد الله التزام وانضباط صح عموما موضوع حمد الله جزء من اجزاء الاثاره في الدوري السعودي اللي ما تنتهي يعني دائما عندنا في الدوري السعودي اشياء كثير خارج الملعب يعني تضفي جمال على الأشياء اللي تصير داخل الملعب فاصل قصير بعدهم